عقد في مقر البرلمان الأوروبي في بروكسل مؤتمر حول تطوير التعليم في أفريقيا وأوروبا لتلبية عصر الابتكار وتبادل الخبرات بين أوروبا وأفريقيا. وشارك في المؤتمر أعضاء من البرلمان الأوروبي وخبراء في مجال التعليم وممثلو الجامعات الأوروبية والإفريقية وكذلك رجال أعمال. هذا هو مقر البرلمان الأوروبي في بروكسل، وهنا يطرح المشاركون في هذا المؤتمر إشكالية بالغة الأهمية تتعلق بتطوير التعليم في أفريقيا وأوروبا بما يتماشى مع عصر الابتكار. اليوم نحن في عالم التكنولوجيا والديجيتال، ولدينا علوم ومعارف ومعلومات ولسنا في حاجة لحفظها لأن جوجل يفعل ذلك، ولكن المهم هو كيف نستخدم تلك المعلومات. المؤتمر يطرح طريقة جديدة للنظر في الأمور وأهمية الاستخدام الجيد للتقنيات والمعلومات وتعليم الناس حتى يكونوا أكثر قدرة على القيادة والتغيير. خبراء وممثلو جامعات من أوروبا وأفريقيا والولايات المتحدة إلى جانب أعضاء في البرلمان الأوروبي شاركوا في ورشات عمل تناولت التعليم الحكومي وغير الحكومي وأبرز التحديات التي يواجهها تطوير التعليم. هناك مشكلتان في ملف مستقبل التعليم في إفريقيا. الأولى مرتبطة بتفكير الدول المتقدمة وعدم إعطاء الاهتمام الكافي لهذا الملف، والثانية تتمثل في طبيعة نظام التعليم في إفريقيا وضرورة تغييره تماما والتركيز على تعليم الصغار وإعدادهم لتنفيذ المشروعات وتولي القيادة والمساهمة في حل المشكلات. تجربة إعداد القادة في جنوب أفريقيا كانت من بين النماذج التي تركزت حولها النقاشات خلال المؤتمر. التجربة التي خضناها في آخر 10 سنوات ابتدت أنها تنتج تجربات مماثلة في أماكن مختلفة من جميع أنحاء العالم. حتى رأيت اليوم في الصالة أن الخريجين من أكاديميتنا في وجدوا مناصب وفرص عديدة، ومن الواضح أن هذا الإعداد فعلا أنتج نتيجة إيجابية. المؤتمر الذي شكل فرصة لكل الأطراف لعرض التجارب المتنوعة تناول أيضا مسؤولية المعلمين والطلبة في تطوير التعليم بما يتواءم مع عصر الابتكار، وذلك في ظل هدف مشترك وهو مستقبل أفضل للجميع. المؤتمر يأتي في أعقاب اعتماد استراتيجية أوروبية للتعاون مع أفريقيا لتحقيق تنمية اقتصادية تساعد في حل المشاكل التي تعاني منها القارة الأفريقية وأيضا القارة الأوروبية وأبرزها ملف الهجرة. عبدالله مصطفى، الحرة، بروكسل.